اسئله كتير من الامهات دلوقتي، نعمل ايه في موضوع الولاد اللي ما بيحبوش ياكلوا. كنت لسه بقول لك بنيجي كده عند سن معين العيال مش عايزين تاكل، مش عارفه في ايه، حطيهم بس في الحاجات الهايفه ياكلوا على طول. الاول ايه فايده وجبه الفطار الصبح للولاد، وهل لازم يفطروا قبل ما ينزلوا المدرسه حلو. ولا كفايه ان انا اديهم اللانش بوكس او السندوتشات بتاعتهم هم ياكلوها في المدرسه؟ ممتاز هذا السؤال. هلا بالبدايه كلنا بنعرف وحكينا يمكن يعني عشرات المرات عن اهميه وجبه الافطار، لكن رح أعرج سريعا على أهميتها. بداية وجبة الإفطار هي بتعطي الطفل طاقة لحتى يبدأ يعني يمارس نشاطه اليومي بشكل جيد، رقم واحد. رقم اثنين تعطيه نسبة من البروتين لما تكون احتياجات صحيحة، مثل ما هلأ بعد شوي حنحكي شو مكوناتها. لما يكون فيها نسبة بروتين جيدة الطفل بيبدأ ينمو بشكل طبيعي وصحي، وما بيبدأ يجوع كتير، وبالتالي ما بيأكل سناكات غير صحية كتير. البروتين بيتحلل بأجسامنا ببطء، فنحن كل ما كانت وجبة البروتين الوجبة تحتوي على نسبة بروتين عالية كل ما هذا الشيء مفيد جدا للطفل. حلو. أول شيء للبناء الجسدي، ثاني شيء لأنه بيحميه من أنه يجوع بسرعة. حلو. بعد فترة. رقم ثلاثة، طبعا نحن الطفل لما بيروح على المدرسة هو محتاج انه يغذي جسده ويغذي عقله، فبالتالي العقل اذا كان بده يكون يعني نشيط وصحي ومتفتح كتير ضروري انه تكون وجبة الافطار عند الطفل صحية ومتكاملة، لحتى يبدأ يعني. حتى الامهات كتير منهم بلاقيهم انه مثلا بتعطي الطفل شيبس، بتعطيه شوكولا وبسكويت، وبتقول يا الله ما بيقعد على الطاولة يدرس، فماله يعني غريب. طبعا الكرسي بيقرصه يا رولا بالضبط، فبيكون نسبة الطاقة اللي عاطيته عالية جدا، سكريات كتير، حلويات كتير، وحتى نوعية الدهون اللي موجودة في المقالي والشيبس هي نوعية دهون جدا سيئة وبتأثر سلبا على خلايا الدماغ. فبالتالي أنا كأم كتير عندي مسؤولية كبيرة أنه انتبه لنوعية الغذاء اللي عم تدخل لشنطة الطفل. وحتى على فكرة المسؤولية هون منقسمة لجزئين، مسؤولية الطفل مسؤولية الأهل على الطفل بالبيت، ومسؤولية المدرسة. نحن عنا الكانتين أو الكافتيريا اللي بالمدرسة اللي للأسف فيها يعني خلينا نقول معظم المدارس أو نصهم أو بعضهم للأسف بيتبعوا طريقة أنه أي شيء بينباع، أي شيء ملون، أي شيء فيه سكر وحلويات وبسكويت، مع الأسف هنن. وحتى على فكرة ما عندهم وعي تسنيم، يعني كتير من المدارس بيقولوا لي طيب ما رولا هذا بسكويت، طب بسكويت بس هو بالآخر سكر، طب هذا شوكولا وعادي وما فيها مثلا مواد حافظة إلا كميات قليلة. أوكي، بس أنا إذا متوافر عندي بكميات كبيرة وبدون حتى وعي، يعني حتى أنا مع وجود الشوكولا بالمدرسة لازم حدد أنه هذا الطفل ما بصير يشتري أكثر من قطعة مثلا، لأنه أنا كمدرسة مسؤول عن صحة هذا الطفل. مقاسمة دي حلوة جميلة كتير مهمة، يعني نحن دائما بنلقي لهم على فكرة. وشو بيصير؟ المدرسة بتحط الحق على الأهل والأهل بيحط الحق على المدرسة، وبالتالي ما حد عارفان مين هي يعني المشكلة. العين اللي تايه في النص يا رولا. هو مو عارفان، يعني أهل ماما بتقولي ما تاكل شوكولا، بروح طب بلاقي رفقاتي كلهم عم ياكلوا لأنه اشتروا، وبالتالي بتصير الطفل عنده صراع. فكتير ضروري نحن كأهل نوعي الأطفال ونعطيهم فرصة لنحكي دائما معهم عن الحياة الصحية. وبالمقابل أنا أم أو كأب لازم أعرف أختار مدرسة تحترم جسد طفلي مثل ما بتحترم عقله بالدراسة يعني. حلو جميل. طيب